مرحبا للجميع، تحياتي لكم اصدقائي. اليوم رح نسوي تحدي بالنادي، تحدي اوزان، تحدي جديد. يعني تحدي هو شلون واحد يعمش عينيه تمام، والتاني يعطيه وزن يقلنش قد وزنه، واللي بيعرف اللي بقرب اكثر للاوزان واللي بيعرف اكثر بيربح. لا يعطينا الوزن النظامي، اذا بجوز اخر شيء مثلا واحد طلع ما فاشلين طلعنا 2-2 ما عرفنا 2-2 اوزان. اذا طلع 1-0 بسوي 3-3، طلع 1-0 خالص. المهم تمام، والعقوبة هو التحدي سهل بس العقوبة بس العقوبة هلا العقوبة اللي بيخسر خليها لبعد الفيديو احلى. تمام، خلي استنوا العقوبة، استنونا بالعقوبة، عقوبة خطيرة. هي الحبلة، بغمض له عيني وبعطيه أوزان 3 مرات، هو 3 مرات، أنا 3 مرات بعطيه هون، 3 مرات ما نطول لأن العقاب طويل، العقاب شوي. يلا مشي، يلا رامي، شو الزمن المثال؟ عمودي إجباري راسي اللي عمي عارف يالي خص عطول العقاب، عمودي إجباري طب ليش ما عم تقفي؟ ثاني خليك معي ها؟ ها؟ قفلي جلدوتشو شد. يلا دي يلا نعطيك اول وزن. إيداش ونص. سينا لمس على الوزن؟ لا. هذا يا مندي 16 خلص خيارات اخر شيء بنقول لك يا هون، هاي اول وحده يا جماعة. أول وحدة كانت 11.5 تلفون، أول 16، أول وحدة خطأ له، ثاني وحدة أول 25 هي 25، هي 25، ثالث وحدة أول 18 وهي 16، ثالث وحدة 16، يعني ربحت وحدة وخسرت 2. 18 هي 18 ما هي 18 10 3 1 10 3 1 هي 10 5 5 3 1 5 3 1 9 9 18 2 0 هلا دور التحلق بالريم. والله بروح شوي انا من بالي هذيك 16، بالي مش قدر نتولد، بالي 18 بالي 18 نزول
كميت الساعة رجعت لهم إيش شيء طلعت لي. يورا. والله خايف الله. دكتور. دكتور سهل كثير سهل. ما أنا خايف من لادي. خايف من عقوبة. بسم الله الرحمن الرحيم. بشوي. والله صعب رفاي. مزير. هيك هيك. ليه الله ما عم تشوف؟ داير شوي. بشوي. نزلها هيك شوي. ليه ما داير. بيقول الله ما عم تشوف. انت وقت تشيل وزن؟ وقت تشيل وزن؟ وقت تشيل وزن بدي ظهرك لهنيكي. خلص خلص تمام يلا تمام تمام. واحد اثنين ثلاثة بشوي. ايه ده؟ زين 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 سيك. لا. شادي ايه؟ قرب 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 شادي ايه؟ 15 صح هي 15 هي قلتها 10 تمام؟ طلعت قد 13 هي انت 15 20 هو يا ابو الاوزان معلم طبعا انا اللي دربت الرامي وانا الرامي بتاع النادي انا بلشت قبله كفو يا رولا كفو ازاي والله لما انا وصلت على النادي لما جينا جينا نفسنا سوريا سوريا اول واحد بلش انا سوريا نزل لعبله شهر سوريا بالنادي كان ياكل اطيب مني بعدين لعب شهر بالنادي جسر استوي عليه الله المهم الله باكل لا طلع عليه الله المهم عرف الاوزان الله الله المهم 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 خلينا نروح على التحدي التحدي عفوا العقاب العقاب راح اروح على البرد اخليه يروح على البيت حفيان قدام كل العالم مالي سيل على البرد سيل على العالم قدام بس انا بقول لك ما نطلع الرئيس لا على البوليجون لا بنطلع هيك من هدول الشوارع ما رح لو انت قلت لي نروح على البيت بوليجون طريق بوليجون على البوليجون بنطلع على وين على البيت ده كل العالم تمام خلينا نشوف العقاب العقاب يشرب سيكارة بالشارع أنا ولا على كلا أوفو قال لي في وراي سيارة ضربت السيارة هلا
وقف هدي طبعا تدني هدي يا مسكين فوز نو ماشي يلا روح 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 شباب كيفين واحد حب يعمل التاني خفيف روح امشي على البحص امشي على البحص امشي على البحص رغم يعني يكون خسران ده امشي على البحص والله بعدلتني العمس انا اخ امشي 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 على البحص يلا يلا امشي هاي الشارع اوه نقيت احلى شارع امشي 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 اوف ان شاء الله اطلع على ازازة اسرع اسرع بسرعة كويس طلع الرصيف هالرصيف قلت لهم يخربوه ما خربوا تمشي من هون تمشي من هون يلا يا مسكين اطلع بلا ما تحداني يا رامي ما بسمع كلمة روح على حج احمد ليل حلال صار مضحك ما بطالع العالم بالشارع كنا طالع تشوفوا شيء كيف عليه تمام روح روح ها؟ لا ما في حاجة امشي 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 انا ايدي بوظت وانا شايل الكاميرا يا شباب درجة الحرارة 2 درجة الحرارة 2 بوز 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 لدرجة الله يعينك يا رامي والله زعلت عليك والله اسرع هذا لؤي ماشي معه قال له لاني اذا مشيت معي ما بمشي انا مخجل انا والله اكون خسران لامشي لحالي لامشي لحالي واشمر عن اجري قلت له شمر او ما بشمر امشي طاع الشارع طاع الشارع امشي امشي رايحين نوصل على المفرق هذاك بتوقف رايحين نوصل هذاك المفرق اللي هنيك ما بعرف اذا مبين عليكم شوي فوكس عليه هنيك المفرق تمام بيتنا بداخل المفرق روح تيريريريم تيريريريم اوه
تسويق. تسويق تمشي الله. كفو. الجاي صار يغوص ما بحسن. كفو. كفو. هون البيتنا بالحارة اللي حارة الشاحنة الوافي. وشكرا لمشاهدة الفيديو وشكرا على الخسارة يا رامي. احسه مذيع تلفزيوني يا جماعة. بتمناها لهالشغله لكل اعدائي والله العظيم. جراي ما بحس فيهم، ما حسيت، هلا بحس فيهم شوي. انا مسكت له ايديه بس ايديه بوظت. ايديه بوظوا ليش؟ لاني عم بتسند بابن عمي لؤي، ما بحسن بمشي ودست على كذا بحصه هيك. بتمناها لكل محب لكل عدو. والله ما بيركين خاطرت انه هي الشغله انه نقوم السله نصورها. ثاني شغله بوظنا هلا كمان، هوني كمان عم نصور بالشارع كمان برد بوز. برد بوز بوز خصوصي هالاسبوع باسطنبول. الدرجه 2 هلا حاليا، درجه 2، درجه الحراره 2. واذا عجبكم الفيديو شاركوه بكل قنواتكم و يا جماعه بس لايك. هذا الفيديو لايك مشيت فيه كثير، وصلوا لنا لايكات لل10000. كفو بعد امرك والله. كفو صدق. كفو. والمهم اشترك بالقناة، اشترك وشكرا لكم.